مساء الخير. ولاية وهران أهم ولاية في الغرب الجزائري من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى الرياضية. يريد الوهرانيون أن يرقوها إلى عاصمة اقتصادية للبلاد بلا منافسة، وعاصمة السياحة في الجزائر. ما سنقترحه عليكم الليلة في هذا العدد المتجدد من القصة وما فيها، روبورتاج حول أمن ولاية وهران. كيف كانت هذه الولاية وكيف عادت؟ روبورتاج أنجزته خديجة بن عجمية، نشاهده معا ثم نعود. كاين قانون ينص على هذا الصوالح. أداء دور الشرطة أستطيع أن أقول أنه وصل إلى درجة احترافية عالية عالية جدا. الإطارات المتواجدة على مستوى الولاية يقوم بهذا الواجب الوطني لحماية الأشخاص والممتلكات وكذلك أمن المواطنين. أخيرك موقف. محاربة الجريمة، حماية الأشخاص والممتلكات هي يومية رجال الشرطة هنا بولاية وهران، والتي نقف معهم في هذا العدد لنتعرف على طبيعة مهامهم وكيف وصلت وهران أن تكون قطبا سياحيا آمنا بامتياز. مرحبا بكم معنا. هنا وهران، المدينة الساحرة التي لا تنام لا ليل ولا نهار. وهران التي تغنى بها شيوخ وشعراء، بلاد إبراهيم التازي وزابانا، حسني وبلاوي الهواري، أو كما يطيب لأهلها بتسميتها بالباهية، أي جميلة الطلة. وأنت تجول في شوارعها تحس أنها تروي لك حكايات آلاف السنين جمعت بين العمران العثماني والإسباني وحتى الفرنسي. سميت بهذا الاسم نسبة إلى الأسود التي كانت تعيش فيها. هي عاصمة الغرب الجزائري، مطلة على البحر الأبيض المتوسط. تحرسها قلعة سانتا ماريا كروز أعالي جبال المرجاجو. موقعها الاستراتيجي جعلها قطبا اقتصاديا وسياحيا بامتياز، بحيث تتوفر على أكبر ميناء تجاري وفنادق بمواصفات عالمية. بينما يفوق تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، متربعة على مساحة 2114 كيلومتر مربع. ليلة الخميس إلى الجمعة هنا في وهران تحمل في طياتها الكثير من الصخب والأفراح لكل من يحل بها. مواكب للأعراس، عائلة وأطفال بأكملها، كلها هنا تتزاحم لأخذ صور أمام نافورة الشيراتون والميريديا، أو إيجاد مكان في أحد الحدائق وسط إجراءات أمنية مشددة.
وهران راه يتستقطب تقريبا على حسب الاحصائيات اللي تمدها الحمايه المدنيه ما بين 10 الى 15 مليون يعني في هو تاريس لا بيريود ديسيفال لكن كاين بوكو دو جون كي روفيان. جملة من المنشآت والهياكل القاعدية أنجزت ومنها ما هو في طور الإنجاز جعلها تحظى بشرف تنظيم النسخة 19 من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021 لتتوج عروس المتوسط بامتياز. ولاية وهران ومدينة وهران هي مدينة من المدن المؤمنة أكثر مؤمنة وطنيا وكل جزائر نفس الشيء. إذا استلزم الأمر وضع تجهيزات إضافية سيكون ذلك. حاليا كل المعطيات إيجابية فيما يخص التحضير وكل ما جاهزة وكل ما نقوم به يكون بالاستشارة وبالتنسيق مع المصالح الأمنية. حتى المرافق الأمنية جاهزة أيضاً لاحتضان هذا العرس الرياضي، حيث سوف تستلم المديرية العامة 7 مقرات أمنية جديدة. نظن بلي ما انا محتاج لاي شيء ولا دروس ولا اشياء في هذا الامر. هذا nous avons des cadres des jeunes cadres expérimentés nous avons des moyens et nous avons une expérience اليوم تبارك الله on va un jeune commissaire on ماناش نقارعوا الكوميسير حتى يوصل ل 50 ans 60 ans قارعوا اليوم راهو جان كوميسير اليوم الناس راه تدير القرا تاعها في وقتها راهي راه عندها دي زافونتاج كبار. شوف كاين عصرانه في الجهاز كان عصرانه.
الكورنيش الوهراني مرورا بواجهة البحر أو ما يعرف هنا بفخوند مير، وصولا إلى الحي الجديد لعقيد لطفي والذي يعرف إقبالا للزائرين، محلات، مقاهي، مطاعم مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، سيارات بلوحات ترقيم مختلفة حتى من خارج الوطن مركونة على طول الطريق. احنا رانا نشوفوا هنا في وهران بار اكزومبل الناس شاك ويكند راهي تجي هنايا، راهي تجي من الجزائر، راهي تجي من الصغالي من الغليزان، وان بو دير موسى غانام سي تو بري، بصح كاين اللي راهي تجي من الشرق تفوتها ويكند في وهران. نحن متواجدون بمقر أمن الولاية أين يجتمع رئيس فرقتي البحث والتحري رقم 1 و2 من أجل رسم خطة حول الوجهة وطريقة العمل. استعد استلاح استعد استلاح. انتبه اليوم عندنا خرجة ميدانية، غادي نخرجوا عبر شوارع مدينة وهران، ونسيبل اكزاكتومون نسيبل لي بوان نوار ومناطق بوعر الإجرام كاع شوارع مدينة وهران، بان نطلب منكم تكونوا افيكاس و ان بو رابيد باش تكون اوموا تكون عندنا نتيجة. ثلاث شبان في حالة متقدمة من السكر العلني بجانب نوافذ العمارات التي يقطنها السكان، بعد تفتيشهم تبين أيضا أنهم يتعاطون
مواصلة المداهمة سيارة أجرة مركونة على حافة طريق شك فيها أحد عناصر البيري، مما استدعى التوقف وفحصها. تبين بعد ذلك أنها سيارة محملة بمشروبات كحولية. الشوفير تاع الطاكسي هذا بصح انا كاين مجمع سكني هنا، كاين ناس عائلات راهم هنا اون بليس دو سا، باش المهام تاعك وطونك الطاكسي ولا تدخل الدار انت كنت معمر هنايا مشروبات كحوليه وداير فيها جماعه هذا اون بليس سي ان بليس نورمالمون تحترم الجواري تاعك، ماشي تحط الفيكول تاعك ان طاكسيور كي نحلوا الفيكول ونفيريفو نلقوا المشروبات الكحوليه بالانواع تاعها الداخل تم تتناول المشروبات الكحوليه الداخل في الطاكسي في كسب اللي تكسب منها القوت تاعك تناول منها تاع المخدر. هنا طلب رئيس فرقه البحث والتحرير رقم 2 اقتيادهم الى اقرب مركز امني لاتخاذ الاجراءات اللازمه. أسلحة بيضاء، دراجات نارية هنا بالجملة تصول وتجول دون وثائق. محاولة أحد السائقين التحايل على رجال البيري واستعطافهم بغرض تركه. غادي يدوا الموطو لهيه كي تجيبك واحد تديه. على ولا تقول لي ولا انا نقول لك انا نهضر معاك انا نهضر معاك. غادي كيما غادي يولي يروح من بعد في راسك كيما كنت. ما تثبت والو غادي غادي من بعد في راسك يجتنب. يا خويا جيب الوثائق تاع الموطو تثبت باللي هذا الموطو عنده وثائق. جايب خاطر على هذيك الموطو. جيبها من عند الشيباني تاعك باللي تثبت باللي هذا وثائق وصاي. ها؟ نضرب على الشيباني. تبقى بينك وبينك على تخرجها. وانت على تخرجها. لا تخرج الموطو بلا وثائق، الموطو ما تدوش فيها بلا وثائق، تضرب انت واحد ما عندك ما باسيون تضرب واحد قلت لك. ما اسمعني الموطو تدور بوثائق، كاين قانون ينص على هذا الصوالح، كي تخرج الموطو تفد معك واعطيك ديرهم ولبس الكاسك تاعك وسيركيلي مابقاش اللي يهضر معك. لكن القانون فوق الجميع وواجب اتخاذ الاجراءات. بعد تفتيش سيارتهم اتضح ان بحوزتهم وصفات طبيه لاقراص مهلوسه. باكوانسيدونس لقينا عند هذول دي سيرتيفيكا، هذول سيرتيفيكا يستعملوهم باش يشغل الاقراص المهلوسه لي بسيكوتروب يشغلوهم ويحتجوا بهذا لي زوردونونس كي شغل كي تقدمه للقوات الشرطه تاعنا كيقدم عندها اون كونتيتي دو بسيكوتروب يجبد لهم هذو لي سيرتيفيكا وهذو كثرتهم تلقاهم مزورين يحتجوا بهم باش يقوموا بالمتاجره بالاقراص المهلوسه. توقيف سائق شاحنة بحوزته مخدرات لا يتوانى رجال الشرطة في تقديم النصح أيضا له قبل توقيفه. هذا الراجل درامي القصه فيه زيدهم في روحك باك صغير جاي لي فيني ماك شو سبور تهلا في روحك كيما راك راك يترهج في روحك انت تضر في روحك راك يضر في روحك والله راك يضر في روحك صحتك وجيبك زي صوره صحتك وجيبك هذه الطريق وين تديك تديك تالوكا مش هديك روحك يا اخي راك موقوف you
باراج بلونتي او نيفو هذه الدخله تاع لا كورنيش pour contrôler, contrôler la circulation, contrôler le, les individus et les véhicules suspects. Là, je me contrôle les déchets, من عين الطوق ou les متوجهين البلدية عين الطوق. Là, où il y a les gens qui amènent les armes blanches ou les amènent les types de drogues ou les types. Là, c'est un contrôle systématique, c'est un contrôle quotidiennement, un contrôle خاصةً في فصل الصيف. ويتكتر الحركة ويكتر السياح. هذا سيت ان فيكول من رانا وقفناه باش نشوف الوثائق تاع لا فوي كوتيديان. شوف رانا شمينا فيه ريحه المشروبات الكحوليه الكحول. غادي نعقدو باش نديرو له جهاز فحص الجهاز كشف الكحول. عندك جهاز واحد الكشف باش نتاكدوا ما ان كان في حاله سكر اثناء القياده ام لا. دوك نشوفوا معاهم. Troisième essai. شوف لي ديكلاراسيون تاع البوليسي. هذه عينه من الاشخاص اللي يقوموا بالتهرب من الفحوصات البيولوجيه. هادو باش يتهربوا من الفحوصات البيولوجيه باش يتابعوا قضائيا ما يحبوش ما يبغوش ينفخوا في الجهاز كشف الكحول. عليه غادي نحولوهم ديريكتومون لا سيكتي كومبيتونت. كاين اجراءات اخرى يتخذوها تما في لا سيكتي. نهاية المهمة لونسومبل دي موبيل اللي شاركوا معنا مشكورين فور لاكتيفيتي تاع المهمة تاع اليوم. جماعة الله يعطيكم الصحة على المهمة. نشكركم كنتوا في المستوى ودوك نزيدوا عندنا مهام أخرى نزيدوا نكملوا المهام تاعنا. ونحن بصدد التصوير مع فرقة البحث والتحري تمكن أعوان الشرطة التابعين للأمن الحضري بعين البيضاء أمن دائرة السينية والأمن الحضري الخامس عشر من توقيف عصابات كانت تروج للمخدرات وتزرع الخوف في نفوس المواطنين. دائما في إطار الخطة المحكمة المباشرة من طرف مصالحنا لأمن ولاية وهران في إطار مكافحة ومجاهبة الجريمة الحضرية التي خلفت عدة نتائج إيجابية. وتبعا لهذه النتائج النوعية تمكنت مصالحنا بالأمن دائرة السينية كذلك الأمن الحضري الخارجي عين البيضاء والأمن الحضري الخامس عشر في الآونة الأخيرة من تفكيك عصابات إجرامية. العصابة الإجرامية الأولى على مستوى الأمن دائرة السينية
كانت تتخذ من ترويع المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء نشاطا لها. وبعد توقيف عناصر العصابة الإجرامية المشكلة من أشخاص من ذوي السوابق العدلية، تمكنا من استرجاع كذلك عدد كبير من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى تمكن مصالح الأمن الحضري الخارجي عين البيضاء من استرجاع الأقراص المهلوسة وكذلك توقيف 3 أشخاص، وإضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية من عائدات المتاجرة بهذه السموم و400 وحدة من المشروبات الكحولية. الأمن الحضري 15 كانت له حصة كذلك في مجابهة هذه الجريمة عن طريق وضع حد لنشاط عنصر خطير في متاجرة المخدرات، ليصل العدد الإجمالي من الحجوزات فيما يخص الأقراص المهلوسة إلى 600 قرص مهلوس، أسلحة بيضاء ومبالغ مالية معتبرة من عائدات المتاجرة بهذه السموم. الملاحظ أن فئة الشباب هنا حسب محافظ الشرطة رحماني عبد الرحمن هي ضحية وضالعة في نفس الوقت في قضايا الإجرام. بالفعل عصابة الإجرامية المفككة مؤخرا كما أشرت تتراوح معدل أعمارهم بين 26 سنة إلى 32 سنة. يعني هذه الفئات الشباب راهي مستغلة الآن في بيع وترويج المخدرات النوعية؟ هي لا نستطيع أن نقول أن فئة الشباب مستغلة فقط، وإنما في إطار التحقيقات المباشرة من طرف مصالحنا، خاصة في ميدان الجريمة المخدرات، نستطيع أن نقول كل الفئات العمرية نجدها ضالعة ومستغلة في هذه، وكذلك مستهدفة. لذلك ولكن نستطيع القول بشكل آخر أن مجهودات مصالحنا للأمن الوطني وأمن طهران ترتكز على جانبين محورين، المحور الأول يتمثل في مجابهة هذه الظاهرة، المحور الثاني يتركز أساسا كذلك على تفعيل العمل التحسيسي التوعوي، وهذا بمشاركة المجتمع المدني، وهذا ما أتى بأكله، إضافة إلى القوافل التحسيسية للمديرية العام الوطني ومشاركة الفاعلين والمختصين في الميدان. فلذلك نستطيع أن نقول أن الشرطة الجزائرية قد جسدت بشكل فعلي هذه الممارسة وهذه القناعة لنقضي على هذا البعبع المخيف الذي تراجع بشكل ملحوظ وملموس. ويرى الزميل الإعلامي عوف عبد القادر أحد الإعلاميين البارزين هنا أن وهران ليست من المدن الإجرامية. ما نجموش نقولوا باللي مدينة وهران سيتون فيل تاع بونديتيزم تاع نو لا جامي تي كوم سا. كان فيها سكون ابل فيتتر انا نسميه ان ديلانكونس كي ديرونج. ان ديلانكونس اللي ديرونجي كوم سا من، ولكن ما فيهاش قضايا كبيرة اللي توصل العام توصل حتى تقول باللي رانا في طليان ولا رانا في لا سا انا جامي تي كوم سا. مي يا في سيت لا احنا ما كانش عندنا مشكل دان سيكوريتي زعما كي بيرسيست كي بيرسيست نو يا يو دي بوليس كي افي فاس كي افي فاس حقيقه. يعني اون بو دير ان 2011 ولا بدات لي زوبيراسيون دو بوليس وكل شيء اللي رحبت بها المواطن الوهراني رحب بها. حتى ولينا اصبحنا كان بعض المرات نرافقوا الشرطه في مداهمات في مداهمات في احياء، كنا نشوفوا الراي نتاع المواطنين يفرح، وكما كاع ما كناش نشوفوا الشرطه هنا. لكن هي اون استراتيجي كي ادوني سي فروي. وعرفت وهران تغييرات جذريه منذ سنه 2010 في جميع المجالات. باب هي شوف كاين فيها لا استراتيجي تاع لا دي جي اس ان، يعني سيت بوليتيك دو بروكسيميتي لو ريكروتمون هذا يعني لو افكتيف وسي لي انفراستركتور اللي قواو كثروا. نعطيك امثله لا سيتير سيكوريتي باغ اكزومبل اوتور دو راه لي تي فيد يا كالكو زاني، دروك اكتويلمون تقريبا راهي مبلعه نسمى على حسب المعلومات اللي عندي واحد 26 صغير هنا في لا كومين دورا 26 سيورتي اوربان او دور دي انفراستركتور واحد اخرين تاع لا بي ام بي جي تاع لي بريغاد لا بي ار ان لي بي ار 2 هادو كلهم ساعدوا في تحسين لا سيكوريتي في وهران.
دعمت المديرية العامة للأمن الوطني بمولود جديد خلال السنتين الأخيرتين بولاية وهران، ألا وهي الوحدة الجوية الجهوية للأمن الوطني وهران. تدشين الوحدة الجوية الجهوية للأمن الوطني وهران في يوم 28 أكتوبر 2015 من طرف سيادة اللواء مدير العام للأمن الوطني. تسهر هذه الوحدة على مراقبة حركة المرور، تأمين المباريات ومواكب الرسمية. ومن مهام الوحدة الجوية الجهوية للأمن الوطني وهران أمن الطرقات، التغطية الجوية لمختلف تظاهرات بما فيها الرياضية، المرافقة والمواكبة. وصولنا إلى مقر الفرقة تزامن مع عقد اجتماع يومي أو ما يعرف بالبريفينج بين الطيارين للقيام بجولة في إطار المهام اليومية الموكلة إليهم. لكن قبل الإقلاع شرط ضروري أن تخضع المروحية لمراقبة من طرف تقني صيانة قبل إقلاعها. الفحوصات التقنية قبل الإقلاع تكون وفقاً لمتطلبات ومعطيات المصنع ومعايير الطيران المدني من أجل التأكد بأن الطائرة في أتم الاستعداد والجاهزية، مع الأخذ من عين الاعتبار العامل الأهم ألا وهو سلامة الطائرة. وفيما يخص التقنيين يوجد اختصاصين، محرك وهيكل الطائرة وإلكترونيات والطائرة. تبنت مصلحة الأمن العمومي بوهران خطة أمنية مرورية تضمن تعزيز وتكثيف الدوريات داخل الأحياء والمناطق التي تعرف اكتظاظاً، ويتم تنفيذ هذا المخطط بوضع تشكيلات